الأطباء يا سلامة ينصحون بحليب الأم. وكل الدراسات والاكتشافات الحديثة تأكد أهميته لمستقبل الطفل. واليوم خلونا نتكلم بالتفاصيل. فالرضاعة الطبيعية تقوي المناعة، تخفف خطر الإصابة لاحقاً بالربو، حساسية الطعام، مرض السكر من النوع الأول وغيرها. وتأثيرها الإيجابي يبتدي من الأشهر الأولى، يعني الرضاعة الطبيعية تقلل خطر إصابة طفلك بأمراض تنفسية خلال العام الأول بنسبة 72%، وبالتهابات الأذن والحلق بنسبة 63%. ولما يكبرون الرضاعة الطبيعية تقلل خطر إصابة الأطفال بالبدانة بين 15% و30%. لكن هالشيء ما يعني أنك ما تنتبه على أكل عيالة سلامة. طبعاً البروتين في حليب الأم يلعب الدور الأساسي، وهو بروتين عالي الجودة يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية التسعة بشكل متوازن. كل 250 مليلتر من حليب الأم يحتوي على 2.5 جرام من البروتين مقابل 7.9 جرام لحليب البقر. ممكن تقولين ليش هالنسبة قليلة؟ على العكس، هالنسبة هي المناسبة للطفل وتساعد في عملية هضم أسهل. حليب الأم هو كان صحي وغذائي وحماية أكيدة للطفل، وعساكم دوم صحة وسعادة.